خذلك من الدنيا دروس وبتغرك ذي الفلوس ولا على غيرك تدوس دي شوف نهايتك مش تمام. خليك بسيط في دنيتك بالطيب امشي سكتك وارسم عليها بصمتك بتعيش حياتك يا سلام. شكله يجنن حسه يطمن حسنه خلاقي بنبول محلى الأخضر لمن يكتر يفرح قلبي كل يوم أكتر. نحقق حلمنا مش بالفلوس ولا الغنى ولا التخاصم بيننا بس بالمحبة والوئام. حوسي جوسي هاتف روسي أحلى كلمة في قاموسي. شكله يجنن حسه يطمن حسنه خلى جيبي مبول. حوسي جوسي هاتف روسي أحلى كلمة في قاموسي. محلى الأخضر لمن يكتر يفرح قلبي كل يوم أكتر. بالبصر ازرع وبات يجني الثمر زي ما يقولوا من صبر بكره ينول كل المرام. شكله يجنن حسه يطمن حسنه خلاقي بمبول. خمس سنين حوسي دوسي مستني فيها فلوسي. صدقي صدقي قد الصدق ايش نصلح. معي دعوة بلا بتليت ابو اني الصدق والله مسكين وافق على شروطي كلها وما يقولش لا ابدا. ايوه يا فرح خلاص هي اصلا اجات وقدمك اجتني وكل شيء بس امانه انت انتبهي لي على موضوع القاعه تمام اني واكنه عليك. شوفي يلا تمام باي اجنونا.
حياك حياك يا ابو اللطف. نعم يا مالك كده متوتر؟ مش اي حاجه اقول لي، انا داري انه اليوم عرس الكريمه وما يستويش غد السنه دي كل زواجات. لطفي شوف، انا غاد انا احبك بعدين لا تخليش يعني حبي لك تعطل. انا بس قصدي يعني من عاد باقي ما زوجتنوش، العائله كل زوجتني. اخي اقدار ونصيب، ايش عاد نحن نسوق؟ بعدين يا اخي انا بصراحه ما كنت بتصور ان انا بتزوج كذا بالسنه دي. ايش معقول؟ خلاص انعملت اتزوجت، ايش عاد باقي؟ انت كنت متصور ان انا بتزوج هكذا ولا لا؟ كمل كمل. لا اكيد يعني، بس الدنيا لها ظروف ولها احكام. شفت كيف؟ هذه اقدار مكتوبه على جبين كل واحد. ما مسمع، انا بخرج عشان نروح نجهز سياره العروسه. انت خلاص انا قدك رايح واكنك قناتنا. تعرف يا لطفي حبيبي، انت لما تتزوج انا بحرق لك الدنيا حريقه. بالله عليك اخي عيب، انت تحسب انك انت انسان عادي عندي؟ انت رفيق الدرب، صح انك تتعبنا توقع لي راسي، لكن بالاخير حبيبي لطفي. واخيرا وصل الفستان يا قلبي. والله انني قد كنت متحمسه لو يجنن. ايوه طلع روعه ما شاء الله. بس كيف الميك اب؟ خيال، انت اي حاجه ادفع عليها تطلع عليش تجنن. اني بدالك يا سعاد. تسلمي لي سعاد، امانه اوقفوا مع فرحني، خايفه تخبط لي القاعه خبط. ومن قالش اني ادفع اي حاجه في القاعه؟ اصلا ما لهاش دخل من شيء، احنا قلنا لها غير تستقبل المعازيم لو ما نجي بس. طيب انت متى بتتجهزي؟ انت غير البس الفستان وجهزي، اهم شيء انت تكوني جاهزه، واحنا على الطريق ندخل للكوافر وتصلحنا. خلاص تمام، انا بدالك. يلا قومي جهزي. حاضر ساعدش. يلا شفت يا صفوان؟ الحمد لله نجحت بالمهمه، خليت كل واحد يختار بطريقته. يا رب بس يتوفقوا بحياتهم ويعرفوا ايش معنات أسرة. يا عمة هي مالك تأخرنا الكوفيرة مرعيال، نحن دورك الآن. لا حبيبتي أنا قطني جاهزة. وي كنتو بنسي الفل والمشموم داخل فلقات. يات يات أو هيا 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 بسرعة بسرعة. يلا يلا. الله على عنابة يا صغير، مش كده تلبس الكرفتات؟ صدق يا صغير، أخي أنا من الطبقة الكادحة فما أحب يعني لبس الكرفتات، أحس إنه تخنقنا. أحس الكرفتات لما لبستها تجيب لي نوع من الغرور والأنجهية المتزمتة. لا مش وقت الأدرع قلقات عيناش، إيش دخل الغرور؟ بس البس اليوم عروسك. ايوه بس يا صغير، لان هي مناسبه عظيمه وجميله ورقيقه بلبس الكرفته. دين الله لك زلا. اسمع انا، كيف عرفت مريم؟ مالك يا صغير كذا قلبت وجهك؟ ولا قلبت وجهي ولا شيء، بس الاخ لانك فجاه كذا صنفت ان احنا خرجت. شوف يعني بس يعني بيني وبينك يعني احس ان احنا بنكون صور كذا حبوبين مع بعض يعني انا كنت اعرف مريم من الكليه، انا كنت سنه ثالثه هي سنه اولى يعني زميله. لا تستحيش، قد عقدنا لك نحن انا قد زوجتك. الحمد لله. بس ايش صنف لك يعني تجي تخطب بعد 3 سنوات؟ لا يعني هو الموضوع ايش، ان انا جمعت فلوس وقوه قلبي وتقدمت. يعني ماشي حاجه سمعتي كذا ولا كذا؟ مالك يا صغير انا بدالك في حاجه ولا شيء يعني؟ لا ولا في شيء، مالك طمن. بس أكد من حاجات كذا طلعت براسي. يعني شوف يا صغير، انا ما احبش الغموض يعني في الليله الزفافي، اموت على الصراحه انا لو سمحت، لو في شيء يا نصري. ولا يهمك ولا يهمك. البس خارج الكرفتها. بعد الله هذي بعدين اخرج كذا؟ لا صار كرفتها. ايوه هي هي صغير، هي زفافي. يا الله بس الله يهديك يا مريم، خليتني انا اجي لي اربط له كرفته. خلاص مشي، بخلي محمود ثاني. لكن براس امك يا صهير، يا تخرجناش كذا يعني، انا احس نفسي كذا ما ادري ايش كيف.
حاضر بس بعدين. ما شاء الله ما شاء الله. واخيرا خير بنتك بقلونا عروسة. أنا مش مصدقة. لا لما لا من ذلك. لا لا مش وقت دموع خالص. انت بتبكي واني ببكي معك. وبيصير هذا المكياج اللي لنا 4 ساعات نعمله حتى ما اشوفش من الرموش. الناس يبكوا على بناتهم اللي يتزوجوا بعيد. انا مروحة لعندك. ايوه صح نسيت. شفتي يما على ميك اب؟ اقسم بالله ما كانت متوقعه انه الميك اب ارتست اللي جابته فرح بالشطاره دي. ايه صدق والله ما شاء الله صراحه خلتك تقلدني اساسا. شكرا. احس انه رمشتين وباطير. خلاص طقتكم جاهزات؟ ايه واضح نوديهم نسوان اخوانك عند الكوافيره. تمام خلاص انتوا سبقوا تمام. واني وزوجي بنتصور بنلحقكم. ليه اللي بنتصور بنلحقكم؟ تمشي قضي هناك بالقاعة مالك يا بنت. قضي في غرفة خاصة للتصوير. انا قصد نصلح لك العروس داخل البيت. ايش رايك؟ يا ريت. يا بنت تفضلي. خلاص يعني بتصور بالقاعة؟ ها لا فين؟ قضي فرح قالت لي خلاص المصورة قد وصلت. طب ما لا فين والعريس؟ لحد يكون فحط؟ والله مش بعيد جننتيبه. خلاص خلاص يما انتوا سبقوا تمام وانا بلحقكم تمام. خلاص تمام. انا يا شيخ اخوانك بيودوا له نسوانهم الكوافيره واني باخذهم القاعه. عيب هذي بيجوا ما بلغوش حد وبعدين بيلقعوا لهنا اخوانك ونسوانهم بيشلونه بزفه. يلا تمام تمام يلا حبيبتي هوني بدو قمر قمر. شكرا. وبتبكي؟ لا لا ابكي. انا تعبت يا رب. الناس كلهم زوجوا ما عدا انا. انا تعبت. متى انا بتزوج زي الناس؟ يا رب 3 كيلو صب والباقي فرغوه على عبادك يا رب. انا تعبت وانا عايش بين البنات والدساميس. تبى اعيش كذا حياتي زي الناس. تبى اكون زي الناس يا رب. تعبت تعبت يا رب. يا رب سهله. يا رب. محمود تعبنا نص ساعه رايح واجي كل ما ساعة زوجوا واحد وأنا المين؟ أنا عايش كل حياتي بتعب بتعب بين البنات والدساميس. متى برتاح يا رب؟ متى برتاح؟ إيش الزواج تعب؟ يا رب سهل علي يا رب. كان يوم حلو. ايوه الصراحه هو كان يوم حلو بعد ما شاء الله. لكن تتجنني مذهله مذهله يعني ما شاء الله تبارك الله. ممكن ارفع الطرحه؟ ترفع ايش؟ كسروا يدك. تستحي استحي ايش يا هبل؟ انت ناسي ان انا شفتك بالقاعه ولا ايش؟ بالضبط هي ديكي نفس العيون نفس الرموش نفس الروج. ايش عاد بتشوف؟ وبعدين ايش نسيت الشروط اللي بنحنا؟ قمر مصبيان. Thank you.
اللهم لك الحمد تخارك نعم. أختي اليوم روحت يعني كذا 5 سنوات من اليوم بتبدأ. ايوه اصلا اختكم عروسه لوحده وكيكته لوحده وعروسه 5 ادوار، هذا بالاضافه للكيكه اللي توزع للمعازيم. لو ايش والعشاء حقهم بروست، واحنا عشانا فاهيتا امان النوع، كل حاجه حقه احلى، وفستانه حلو واغلى من حقنا، والقاعة حقه كبيرة. عاد يقول لك ايش العروس ماشي معه فلوس. ولا فهمي 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 يا ود، الله احفظك. وضع مريم من زي وضعنا كلنا، انت عارفة انه شرطت عليها شروط كثيرة وخلت الوليد يتسلف ويتكعف، وبعدين انت عارفة ايش السبب كله؟ لانه بيجي بيعيش هنا عندنا في البيت. والله ما هبل الا اني الهبله اللي ما شرطتوش عليك. عادني قلت عمتي مسكينه تحبني، داريهم فضلوا بنتهم علينا، احنا كرفون احنا كرف. يعني بتجلسي الله يحفظك هكذا تجلسي تقارني بينك وبين البنات؟ ما يقعش هكذا، وبعدين كل واحد عيش على قده. على قده؟ لا 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 لا، انتوا زودتوها انت واهلك جزعتوها باطل. اسالك بالله بطلي حقك ذا الكلام. شوفي لا تنكديش عليها، بليلة عرسنا شوفي فعتي نفس الكلام، قالت تفعلي مقارنة بينك وبين سعاد، واليوم عرس أختي قالت تفعلي مقارنة بينك وبين مريم. ما يقحش يا هدى الله يحفظك، والله العظيم يا شيخ أنك طلعتيني الضغط، دي مش حياة. هو أني اللي المفروض أقول هذه مش حياة؟ أني اللي من ساعة ما تزوجتك جالسة أقدم تنازلات، بالأخير أنتم ما تستاهلوش طلعتوا. الا شفتك انا ازف بالبابور وانت خرجتي لي بالمكياج ده كله. طيب لا ترفعش صوتك، انا فتحت الزجاج لاني شاموت حامي. ايش دخل موتي ولو مش انك تخرجي وجهك من الطاقه؟ ما قدرش قادر اتنفس، انا ما فعلتش جريمه، مالك انت والجيران حقك. يا شيخ انت خرجتي بوجهك كامل، الناس كلهم شافوك. ما حد شافني، الدنيا ظلام الدنيا ليل. يا حسام انا فتحت اتنفس، ما عاد قدرت اتنفس من كثر النسوان اللي فوق السياره. حبكت انت اللي تفتحي الطاقه ومريم ثانيه ما فتحتش الطاقه، عادك خرجتي لي وصله من شعري. تحداك من ساعه تخرج خصله من شعرها، عيب عليك ونستحي انت والكلام هذا، وبطل الشك حقك. طلعتي لي الضغط يا شيخه. انا برضه شنو ولا جدتي. ايه ليه؟ ايش معك هنا؟ ها؟ ولا معي اي حاجة، بس شفت نفسي ضبحان وقلت بخرج غير لي جو. وانت ايش خرجك؟ ضبحان زيك. سو ضبحان بالحر ما قد خرج القضل هنا. حتى انت هذا ضحك لي، الغنم ما تعب على الكسبة. شوف هذا الان ايش ده اللي عملته انت اليوم ها؟ هكذا تعصبي وتفاجئني قدام المعازيم؟ لا لحظة أنا ما افتهمليش الآن، ما تبانش ملامحك، أنت زعلانة ولا فرحانة ولا يعني؟ يا الله يعدي 5 سنين دي على خير. دحين أنت إيش اللي عملته هذا وعصبت بي وضايقتني قدام المعازيم صاحباتي؟ ها؟ لا والله شكلك زعلانة، بس أنا إيش سويت؟ سويت؟ ليش ما لبستش اللبس اللي اتفقنا إن إحنا نلبسه سوا؟ كان شكلنا إحنا نشاز. كي 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 قوم يلا اخرج من غرفتي. ايش؟ دخلتي عروسي ما يقعش يا بنت الناس، ما ينفعش، عيب. يقع ونص، الان تقوم تخرج من غرفتي. ما بخرج. هيا طيب خلاص بخرج. فين اروح؟ انا حتى البيت عندنا ما اعرفوش، فين اروح ارقد؟ ماليش دخل ليل. طب ارقد هنا عند بالله. طيب خلاص انا خرجت من مزاجي. شوف انا يلا الله يسهل. غلقت اقالك واو انت ايش خرجك؟
لا يعني بس يعني أقلت أخرج أشم شوية هواء. شم هواء اليوم عرسك مالك؟ لا يعني أيوه الأديب الروسي إيش قال؟ الأديب الروسي في يوم زفافه قال ولا قال حاجة أسكالك أنت الأديب الروسي. الأديب الروسي يقول لك أفرش لك قمح حزام وقول لكم تساكت بس. طيب أصير ممكن تنافس قليل؟ هذا مالك؟ زلت تحت أخو مفزلو هنا قليل؟ أجلس الأقل مفزلو قليل يوم عرسه. أنا الدنيا يعني عندي مليانة. أنا غصب منك. والله إنه ضحكنا. الله مريم راسي ناشفة غي. يا العبود يا العبود. لا طردنك. اسمع اسمع. إيش قال الأديب الروسي؟ الأديب الروسي قال نحن نرقد ولا بخرج من برا. خلاص 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 يا عمو خلاص ارقد ارقد. حرام يا أخي يجيبون أختي مريم ونحن والزمن على بلا أدب مريم يا أخي. أخيراً أنجزت مهمتي. في حد بالصالة دي الساعة؟ عيال؟ إيش معكم هنا؟